السي عبد المولى عبد المؤمن رئيس الاتحاد الافريقي للتعاضد ورئيس المجلس الاداري للتعاضديه العامه لموظفي الادارات العموميه. مرحبا بك في بابريس. اول سؤال السيد الرئيس، هل حققت الندوة الدولية حول الثالث المؤدي والمنظمة من قبل التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأهداف المتوخاة منها؟ أولا كنشكر هيبة بريس على هذه الاستضافة وكنحييها على المجهودات اللي كتبذلها، وأنا كنتابع ما تقوم به لأنها في الحقيقة كتنور الرأي العام على الكثير من المواضيع، وهذا ماشي مجاملة، فهذا واقع وكيعرفوه المتتبعين في هذا الميدان. هذا أنا اللي بغيت نقول جوابا على سؤالك، وأنتم كتحضروا معنا الندوة، أنا كنظن بأنه جميع الأهداف اللي كنا كننتظروها الحمد لله تحققت، وهي بالأساس أننا كنا باغيين نبرزوا التجربة ديال إفريقيا، وكنا باغيين نستافدوا من التجربة ديال دول أخرى عبر العالم في آسيا في أوروبا وفي أمريكا، حيث أنه سمعنا 9 ديال التجارب ديال إفريقيا اللي كتفاوت، وهذا مكسب لنا احنا كمغرب في هذا الميدان ديال الثالث المؤدي، لأنه كنشوفوا كيفاش المتدخلين كيدخلوا بمراره بحراره، وهما كيعبروا على الصعوبات اللي كتواجه كل واحد منهم داخل الدول ديالهم في افريقيا حول الولوج ديال الخدمات الصحيه من طرف المواطنين ديالهم، وكذلك اللي ما كيكونوا محدودي الدخل بالخاصه، لانهم كيبقاو كيتعرضوا في الصحه ديالهم لبزاف ديال المعضلات اللي ما كتجعلهمش يداووا ولا يلقاوش كل اللي غادي يكون بهم، لانهم خصهم الفلوس باش يولجوا. وهذا الثالث المؤدي الى تم ارسائه على ارض الواقع غادي يخفف هذا الشيء على المواطن بالاساس، وغادي يخليه يولج كيف ما كان النوع ديال 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 الوضع ديالو الاجتماعي او الوضع ديالو المالي. وهذه المساله هذه اساسيه بالنسبه للحق في الصحه والحق الانسان في الحياه. المساله الثانيه هو التجارب تاع الدول الاخرى اللي شفناها. اولا شفنا بان هناك تجارب رائده، هناك تجارب متقدمه، هناك تجارب اللي يمكننا حنايا نطبقوها في البلدان ديالنا داخل افريقيا، واللي يمكننا نستافدوا منها. وكل شيء هذوك الدول اللي جاوا انهم مستعدين باش يتعاونوا ويعطيوا يد المساعده لا لينا حنايا داخل بلادنا باش نتجاوزوا دوك الصعوبات اللي هما كانت لهم، وكذلك الاخفاقات اللي داروا باش نربحوا الوقت ونربحوا الهضر ديال الاموال. وهو الدول اللي شتي اللي حضرت راه عندها وزنها في هذا الميدان هذا وعندها تاريخ في هذا الميدان هذا. حضرت معنا البرتغال، وحضرت معنا اسبانيا، وحضرت معنا فرنسا، وحضرت معنا تركيا، وحضر معنا لو بانا افريكان اللي كيدير لا فورماسيون اللي عطى بانه هادشي كله الا بغينا نديروه الا ما كانتش ان كومينيكاسيون بيان فيت ما يمكنش للمواطن يفهمك ولا يعرف كشنو درت له. التجارب ديال 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 افريقيا كانت هناك جيبوتي، تشاد، ليزيل كومور، البوركينا فاسو، وكذلك تونس والمغرب، اللي برزوا الاهميه ديال هذا الثالث المؤدى والصعوبات اللي كديرها واللي حنا مازال ما عممناهش على الاخر. ثالثا هو الحضور اللي كان حضور مكثف ديال جميع الفاعلين في الميدان، وكذلك الوزير ديال التشغيل المغربي، وكذلك وزير التشغيل ديال ليزيل كومور، وحضروا هناك سفراء ديال الدول، وحضروا كذلك هناك ممثل الاجتماعي داخل السفاره الفرنسيه، وكذلك حضر لو ديريكتور نتاع الباس اللي كيتابع معنا تنزيل التعاضد في افريقيا، افريقيا الغربيه اللي درنا حنايا الجهويه ديالها في 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 في, في الغرب. دونك هذا الشيء كله اللي كنقول لك التوصيات اللي كانت اساسيه واللي خرجت بها هذه المناظره كتبرز
الاهميه ديال النقاش والاهميه ديال هذوك لي بريزونطاسيون اللي داروا من طرف المتدخلين، وكذلك الاهميه ديالها بالارقام في كل دوله وفين تحققت وفين وصلت. وحنا اليوم في الاتحاد الافريقي للتعاضد اللي كيتراسه المغرب غادي يسهل علينا الامور لا داخل افريقيا ولا في التعاون ديالنا مع الاخرين. وكيف ذلك؟ انه داخل افريقيا عرفنا كل دوله فين واصله اللي هما داخل الاتحاد الافريقي للتعاضد، اشنو هي الاكراهات اللي عندها، اشنو هي الصعوبات اللي عندها، دوك تسهل علينا الطريق باش اننا نمشيو ديريكت وبيت. وكذلك الاخرين عرفنا شكون اللي عنده، كل واحد فين متميز، كل واحد فين عنده نقاط القوه ديالو اللي غادي يمكننا نستافدوا منها بسرعه، وغادي نحاولوا اننا نكون حنا ديك القنطره المغرب يكون قنطره ديال هذا التواصل ما بين لو نور وكذلك لو سود، وكذلك غادي يكون حتى هناك واحد تبادل سود سود، وخاصه المغرب هو اللي غادي يكون لو بيفو ديالو. اليوم السيد الرئيس تعقدون الجمع العام 68 تحت شعار الاستمرار في محاربة الهشاشة عبر تقريب وتجويد وتنويع الخدمات الصحية والاجتماعية دعامة أساسية لتطوير النظام التعاضدي، في أي إطار وظروف وطنية يأتي هذا الجمع العام؟ الجمع العام اللي كنظموه 68 ديال التعاضدية العامة هو كيجي من بعد الندوة الدولية حول الثالث المؤدة اللي تنظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده. وهذا الجمع العام هو جمع عام عادي اللي تناولنا فيه التقرير الأدبي والتقرير المالي وتقرير المراقبة وتقرير المفتاح الخارجي، واللي كما شفتوا بأنه كانت المصادقة عليهم بالإجماع. علاش بالإجماع؟ لأنه كل شيء واضح، كل شيء باين، وكل شيء مقاد للناس كما كنقولوا بطريقه علميه، بطريقه حديثه كما كاين في جميع المؤسسات اللي كتحترم نفسها. المساله الثانيه وهو كانت هناك قرارات اخرى جد مهمه هو تاع تقريب الخدمات تنويعها وتجويدها، وكذلك الشراكات داخل ارض الوطن مع السلطات وكذلك خارج الوطن، واللي كان الجمع العام جد متالق فيها واللي خدا فيها قرارات بالاجماع على اساس اننا حنا ما خصناش نديروا التفرقه بين المواطنين ديالنا، ما يستافدوا غير الناس اللي هما في المركز، وان الناس اللي هما في الدشور اللي هما في القرى اللي هما كيمشيو كيديروا واحد المجهود مع بلادهم باش يقريو باش يداويو وباش يبنيو ما يلقاوش الخدمه الصحيه. دونك فالجمع العام كانت عنده الجراه انه صادق على اننا خصنا نقربوا الخدمات لهاد المواطنين باش يبقاو يستافدوا بحالهم بحال الناس ديال المركز، لا في المجال الاجتماعي ولا المجال الصحي ولا المجال الاداري. كما انهم طلبوا لانهم شافوا الارقام بالارقام على اساس اننا حنا بتقريب الخدمات الاداريه ربحنا مليار سنتيم في السنه منها باطار الشراكات. كيفاش انسان كيربح مليار سنتيم في اطار الشراكات وما يزيدش يستمر في هذه المساله، وكتقرب الخدمه للمواطن وكتحيد الهشاشه وخاصه كتحيد الحقره، ما كيبقاش المغربي كيحس بالحقره اينما كان. المساله الثانيه هو الجهويه الصحيه، الجهويه الصحيه اللي شافوا بانه حنا كنديروا شراكات مع بزاف ديال 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 المؤسسات اللي كتعطينا كذلك لي لوكو اللي كنديروا فيهم الخدمات الصحيه، وشافوا بانهم من دابا واحد العام ثلاث سنين غتبقى التعاضديه تربح فيهم واحد جوج ولا ثلاثه المليار السنتيم. دونك فهم صادقوا على اساس اننا ما دام ان التعاضديه العامه اللي بينيفيك والاخرين حتى هما رابحين. علاش رابحين؟ لانه كيقربوا الخدمه من جهه، ثانيا كينميوا التنميه البشريه في المدن ديالهم والقرى ديالهم، لانه ملي كتوصل واحد الخدمه لواحد البلاصه كتعاون هذيك المدينه على اساس ان المواطنين ديالها ما يبقاوش يمشيو لجهه اخرى ويتعذبوا باش ياخذوا هذيك 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 الخدمه، وهذه كتدخل في التنميه البشريه المستدامه واللي كيدعي لها سيدنا دائما في 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 في, 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 في التدخلات ديالو. كما كذلك اننا غادي نبقاو حنا القاطره ديال 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 التعاضد في المغرب وفي افريقيا، تماشيا مع التوجهات الساميه اننا خصنا دائما نبقاو فاعلين في افريقيا في اطار التعاون اللي كيكون فيه الاستفاده مشتركه ما بين الاخوه الافارقه وبلادنا. سيد الرئيس كلمه اخيره، بغينا الراي ديالكم خصوصا المغرب مقبل على الاستحقاقات التشريعيه 7 أكتوبر القادم. اولا كنظن بانكم تبعتوا معنا بانه حنايا عندنا مدونه التعاضد، مشروع مدونه التعاضد اللي كان في مجلس النواب واللي درنا عليه واحد المعركه من 2002،
وحنايا كنحاولوا نقنعوا للحكومات ولا الفرق البرلمانيه ولا المستشارين ولا النقابات ولا الجمعيات ولا الحقوقيه، وكنا الحمد لله قنعنا الكثيرين الى درجه انه المشروع كان رجع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واللي كان ادخل عليه تعديلات اللي رجعت ثقه المواطنين ورجعت لهم الامل في الاستفاده من الخدمات الصحيه. ولكن كنتفاجئوا بانه هذاك الممثل ديال الامه، بعضهم ما كنقولش كلهم لنا، بعضهم كان دافع على المشروع وكان انه خص الخدمات الصحيه وخص الديمقراطيه تكون مؤسسه داخل هذه وتبقى كما كانت دائما، ولكن بعضهم لا بعض البرلمانيين ولا بعض الفرق فهي مشات ونسقت مع لوبيات المتاجره في صحه المواطن، وحيدوا بلا حشومه الاستفاده اللي كيستافد المواطن اللي هو وصلهم لهذيك البلاصه. دونك كانت هناك نداء، والجمع العام خرج بقرار واضح وتوصيه واضحه على اساس انه يجب ان نساهم ونشارك بكثافه، نحن كمناديب كمنخرطين كذوي الحقوق كمواطنين اللي هما تابعيننا وصوتوا علينا باش نمشيو باش نصوتوا بكثافه في هذه الاستحقاقات باش نعاقبوا بالخصوص كل من سولتناه نفسه انه يضرب التعاضد ويضرب المواطن في الصحه ديالو ويتجر فيها ويمشي مع اللوبيات اللي الفاسده والمتاجره في الصحه ديال المواطن. وكذلك طلبنا منهم باش يكونوا فيجيلون ويختاروا المنتخب ديالهم اللي غادي يعاونهم باش يحققوا هذه المكتسبات وتبقى لهم، وانهم يدخلوا مكتسبات اخرى ويديروا التعاضد الديمقراطي والتشاركي كيف ما كان دائما، وباش اننا نلقاو ناس اللي هما عندهم الحس ديال الاقتصاد الاجتماعي التضامني تماشيا مع السياسه اللي غادي فيها بنا بلادنا والتي ينادي بها صاحب الجلاله نصره الله دائما. شكرا السيد الرئيس، نتمنى لك التوفيق ومسيره موفقه في النضال ديالك.